هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. اعزائي طلبه الصف الثالث المتوسط، نحييكم في درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه. اوبن يور ستودنتس بوك اون بيج 75، صفحه 75، يونت 7، ليسن 9، راوند اب، مراجعه. ان ذيس يونت يو هاف براكتست، في هذا في هذه الوحده قد تمرنت ذا فولوينج ثينجز، على الاشياء التاليه. نمبر 1 ادفيربز اوف تايم، ظروف الوقت. ادفيربز اوف تايم، ظروف الوقت. تيل اس، تقول لنا. When أين أو I'm sorry متى something happens، حصل شيء ما. مثلا يعني أمثلة على ظروف الوقت. Examples of definite time، لأوقات، أمثلة لأوقات محددة. طبعا أوقات عندنا محددة وأوقات غير محددة. الأوقات time adverbs، الأوقات ظروف الغير محددة، مثل yesterday، ظروف المحددة I'm sorry yesterday، يوم أمس. Every day، كل يوم. In the morning، كل صباح. هاي ظروف، أمثلة على ظروف وقت غير محددة. Examples of definite of indefinite time، أمثلة على ظروف الوقت indefinite time، اللي غير محددة. Adverbs مثلا often غالبا و usually عادة و always إلى آخره. هاي نسميها ظروف وقت غير محددة. عندنا adverbs of manner، ظروف الحال. ظروف الحال adverbs of manner، ظروف الحال tells us، تقول لنا. how something happens، كيف حصل شيء ما، يعني تشرح، يعني توصف الفعل، حالة، توصف حالة الفعل. they can be single words، ممكن أن تكون ظروف الحال كلمة واحدة، مثل slowly، well، يعني هي صفة وإضافة لها ly، ببطء، well، بصورة جيدة، ممكن أن تكون كلمة واحدة. they can be phrase، ممكن تكون عدة كلمات، يعني عبارة كاملة. مثلا by car، بواسطة السيارة. on foot، على الأرجل. in a friendly way، بطريقة ودودة. هذا يعني هذا ظروف حال بعدة كلمات. single adverbs، ظروف المفردة of manner، often end in ly، يعني الظروف المفردة عادة تنتهي بال ly، اللي هي أساسا الصفة وضاف لها ly. 3 adverbs of place، ظروف المكان. adverbs of place، ظروف المكان. tell us، تقول لنا. where something happened، أين شيء ما happens، حصل. they can be single words، ممكن أن تكون كلمة واحدة. here أو there. they can be phrase، ممكن أن تكون phrases، عبارات. with preposition، مع حروف الجر. in the house، مثلا في البيت. on the table، على الطاولة. يعني ظروف هنا، ظروف مكان، ممكن تكون كلمة واحدة، ممكن تكون يعني عبارة كاملة، أكثر من كلمة تشير إلى ظروف المكان. زين، عندنا أخذنا أيضا باليونت word order for adverbials، ترتيب الكلمات لل للظروف. indefinite time، الظروف غير المحددة. adverbs go before the verb، تأتي قبل الفعل. مثلا يعني ناس sometimes، هذا ظرف غير محدد، جاء قبل الفعل. I sometimes go swimming، أنا في بعض الأحيان أذهب إلى السباحة. عندنا هنا غير محددة، هاي ظرف غير محدد ضفناه قبل الفعل. لكنها definite time، ظرف محدد. adverbs can go at the beginning، ممكن يأتي في البداية، or at the end، أو في النهاية of the sentence or close، في الجملة أو العبارة. مثلا after school، هذا ظرف مكان غير محدد، ظرف مكان محدد، فجبناه بال يعني مكانه، ظرف يعني اجى، ممكن هذا الظرف اجى بمكان الجملة. يعني هنا ظروف وقت غير محددة، وقت محددة، وهنا قلنا ظروف وقت اندفنت، غير محددة. فهنا ممكن افتر سكول اجى بداية الجملة. بعد المدرسة I'm going to have a swim، يمكن ان اخذ سباحة. I'm going to have a swim، انا اروح اذهب للسباحة after school، بعد المدرسة. يعني after school جت، ممكن ان نخليها بداية الجملة، ممكن ان نخليها بنهاية الجملة. هاي نسميه ظرف وقت definite محدد. adverbs of manner، ظروف الحال. go after the verb، ظروف الحال دائما تأتي بعد الفعل or the object، او بعد الصف، بعد المفعول به. مثلا they walked slowly، هم يمشون ببطء، هنا اجل slowly اجت ورا الفعل. أو they crossed the desert on foot، هم عبروا الصحراء على الأرجل، أيضا هذا ظرف حال أجا بعد المفعول به. if you have two adverbs، إذا لديك ظرفين of manner، ظرفين للحال. you can choose the order in which، ممكن أن
تختار الترتيب in which فيه to put them لأن تضعها لأن يعني أي ترتيب ممكن أن you can choose the order and يعني تختار الترتيب اللي تريده يعني تقدم واحدة على أخرى عادي. They crossed the desert إذا هم عبروا الصحراء slowly on foot ببطء على الأرجل أو ممكن نقول they crossed the desert هم عبروا الصحراء on foot slowly على الأرجل ببطء يعني ممكن slowly يصير قبل on foot أو بالعكس. Adverbs of place حروف المكان go after the verb تأتي بعد الفعل or object أو المفعول به. I gave my homework أنا أعطيت واجب البيت to my teacher إلى معلمي. With the three adverbs بثلاثة ظروف the usual order يكون الترتيب العادي is manner هو الظرف الحال place المكان time الزمان manner place time. My friend sang صديقي غنى very well very well بصورة جيدة at the concert في الكونسرت في الاحتفال last night في الليلة الماضية. يعني هنا خلينا ظرف الحال بداية ترتيبهن يكون بالبداية أو ظرف المكان بالوسط أو ظرف الزمان بالأخير يعني manner place time يعني نقول حال زمان مكان يعني يعني كأنما نشير لها كلمة حمزة يعني الحاء بالبداية يعني ظرف الحال والمكان بالوسط والزمان بالأخير هذا ترتيبهن بالجملة. بالصفحة اللي بعدها present and past passive أيضا أخذنا المضارع والماضي البسيط في حالة الباسيف في حالة المبني المجهول. يقول مثلا معطينا جملة cotton and sugar القطن والسكر are grown in Sudan ممكن أن تزرع في السودان by farmers بواسطة الفلاحون. نشوف هنا طبعا هو المبني المجهول يحذف به الفاعل لكن ممكن أن نضعه بالفاعل بالنهاية الجملة يوم نخليه لو ما نخليه إذا كان إلى أهمية نخليه وإذا ما له أهمية ما نخلي يعني ليش هم حاطينه بين قوسين. زين المفعول به بداية الجملة cotton and sugar ويكون مفعول به ممكن على شكل كلمة أو كلمتين إذا جمع يأخذ R وإذا مفرد is بحالة المضارع وبالماضي إذا مفرد was وإذا جمع where وزائدا الفعل يتحول إلى التصريف الثالث. فهنا are grown يعني grow صارت grown التصريف الثالث مالت grow ويزرعون السكر في السودان. The highest temperature أعلى درجة حرارة ever على الإطلاق was recorded سجلت in Libya سجلت في ليبيا in 1972 في سنة 1972. هنا highest temperature درجة الحرارة التي وصلتها was recorded سجلت in Libya. هنا أيضا هذا بزمن الماضي هذا الجملة حولناها للمجهول بزمن الماضي فهنا أخذت was لأن was where اللي was للمفرد where للجمري will record صار record التصريف الفعل. ليبتس المدينة هاي مدينة هاي يقول was built بنيت around 2,600,000 years بنيت في مليونين 600 سنة I'm sorry 2000 بنيت في سنة 2000 يعني 26,000 سنة years كانت تكون خطأ أو صح المعلومة التاريخية هي years ago سنة مضت. عندنا الرقم 6 past simple الماضي البسيط and the present perfect أو المضارع التام tenses. هنا زمن الماضي البسيط والمضارع التام the past simple tense الماضي البسيط is used يستخدم for events لأحداث that happened حصلت at definite time الأحداث حصلت في وقت محدد in the past في الماضي. I saw him أنا شاهدته an hour ago في an hour ago قبل ساعة مضت. I read that book أنا قرأت ذلك الكتاب last year السنة الماضية. هاي كلها أمثلة على الماضي. Events that happened over time أحداث حصلت في وقت in the past في الماضي. مثلا I lived in that house أنا عشت في ذلك البيت when I was little عندما كنت صغيرا. I ate lots of sweets. أنا أكلت الكثير من الحلويات when I was on holiday عندما كنت في عطلة. The present perfect tense is used. المضارع الـ present perfect المضارع التام tense is used يستخدم for events لأحداث that began التي حصلت in the past التي حصلت في الماضي
but not at definite time, لكن ليست في وقت مؤكد أو محدد. هذا بالنسبة لـ present perfect. ونستخدم بـ I have been to England, أنا كنت في إنجلترا. I have seen that TV show, أنا كنت قد شاهدت ذلك العرض التلفزيوني. أو event that happens, أشياء حصلت in the past, في الماضي, and are still continuing, ولا زالت مستمرة. I have been in this school, أنا كنت في هذه المدرسة for 3 years, دي ثلاث سنوات. I have lived in this house, أنا كنت قد عشت في هذا البيت since I was 3, عندما كنت في الثالثة. وطبعا بالنسبة لـ present perfect, الـ I والـ he والـ I والـ we والـ you والـ they تأخذ have, والتصريف ثالث, والـ he والـ she والـ it والـ اسم المفرد تأخذ has زائدا التصريف الثالث. عندنا أيضا أشياء أخذنا talked about different ways of getting around, التحدث حول أشياء مختلفة للتجول. asked and answered, أسألنا وأجبنا questions عن الأسئلة about using English, حول الاستخدام الإنجليزية. noted details, لاحظنا التفاصيل. in recorded, في تسجيل. narrative, في تسجيل روائي, تسجيل قصصي. and used them, واستخدمناها to write a summary, واستخدمناها لكتابة الملخص. read factual text, قرأنا النصوص الحقيقية about other countries, حول باقي البلدان. written about, تحدثنا حول سوفينرز, التذكارات and customs, وكذلك الكوستمز, الأساليب. found out about, فتشنا حول الكونتري, بلد, and written two paragraphs, وكتبنا يعني two paragraphs, فقرتين عن البلد. ننتقل إلى تمارين الأكتيفيتي بوك بيج 96, صفحة 9, صفحة 96, يونت 7, اليونت السابع, لسن 9. complete the table, أكمل الجدول. country, البلد. nationality, الجنسية. هنا حول البلد, شلون حول البلد إلى جنسية. وطبعا هذا التمرين يحفظ. England, صير English. لاحظ هنا الـ AND حذفناها وضفنا لها الـ ISH. كندا, كنديان, كندي. هنا أيضا الـ A حذفناها وضفنا IIN. جابان, يابان, ما حذفنا شيء لكن ضفنا ESE, I'm sorry, ياباني. قطر, قطري, أيضا هنا ما حذفنا شيء فضفنا I. طبعا كل بلد إلى إضافته المعينة فلازم تحفظها. فرنس, فرنسا, حذفنا الـ E وضفنا الـ S, الـ CH, French. Russian, Russia, حذفنا الـ IA ضفنا IAN. أو ما حذفنا شيء فقط ضفنا الـ N, Russia, Russian. زين, سبين, ضفنا حذفنا الاي ضفنا اي اس اتش, سبين, سبانيش. لبنان, ايضا هنا حذفنا الاي ان, الاي ان, وضفنا اي اس اي, لبنيز. عندنا تمرين اخر, رايت ذا اوبوزيتس, اكتب المعاكسات. طبعا هاي عندنا الكلمات نسويها معاكس, نسوي لها معاكسات, وهاي يجب ان تحفظها. ايضا يكون حل التمرين بالشكل التالي. هابيلي, unhappy, happily, بسرعة, بسعادة, unhappy, بغير سعادة. slowly, ببطء, quickly, بسرعة. badly, بسوء, well, بصورة جيدة. comfortably, بصورة مريحة. uncomfortably, بصورة غير مريحة. in a friendly way, بطريقة ودودة. in a friendly way, بطريقة غير ودودة. ولاحظ هاي كلها ظروف حال, يعني معاكسات لظروف الحال, وهي أيضا تحفظ. عندنا exercise C, تمرين الـ change the adjectives, غير الصفات, in the box, التي في الصندوق, to adverbs, غير الصفات إلى الظروف طبعا بإضافة ly. then use them, وبعدها استخدمها to complete the sentence, وبعدها استخدمها لتكوين جملة. فيكون حل التمرين, أول ما نحول الصفات إلى ظروف وبعدين ننزلها بالفراغات. هنا clear, واضح, clearly, بصورة واضحة, وتوضع في الفراغ الأول, clear. to quite, هادئ, quietly, أيضا نحذف الاي ونضيف ly. هنا اذا انتهت الصفه بحرف اي تحذف وتضاف ly. كويت, هادئ, كويتلي, بصوره هادئه. كيرفول, هنا شوف كيرفول بصوره حذره, كيرفول حذر, كيرفولي بصوره حذره, فضفنا ly. دانجرس, خطر, دانجرسلي, بصوره خطره, ايضا ضفنا ly. هنا الرقم 1 بالفراغ الاول, رقم 2 بالفراغ الثاني, 3 بالفراغ الثالث, و4 بالفراغ الرابع. نمبر 1, TV presenters, المقدم التلفزيون have to speak, يتوجب عليه التكلم.
هنا تكلم clear تصير clearly بصورة واضحة. When I speak عندما أتكلم quiet تصير quietly ly. عندما أتكلم بهدوء my teachers معلميني says يقولون speak up أرفع صوتك. You should always drive أنت يجب عليك دائما أن تسوق careful تصير carefully بحذر. If you drive إذا سقت dangerous تصير dangerously بصورة خطرة. You might ممكن أن have an accident تحصل لديك حادث. وهذا كل ما موجود درسنا أعزائي الطلبة. Meet you next time.